على دلعونا وعلى دلعونا وبين بيروت الحنونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا أنا قاعد ببلادي أحلى ميكانا بأقصى البقاع بلدة الاستقلال. هالبلدة بيحتضنها جبل حرمون يلي ما بيفارقه التلج كل السنة، فيها أطول سوق أثري ومعالم تاريخية ودينية كتيرة. رشيا هي بلدة سياحية وتراثية بامتياز، فيها أكثر من عالم أثري وسياحي، وبزينها قلعتها الشهيرة اللي هي قلعة الاستقلال واللي هي رمز لاستقلال لبنان. فيها أكثر من حقبة تاريخية، في جزء الصليبي اللي بيرجع ل 800 سنة، في الآثار الرومانية واللي هو بقايا تمثال يسمى بمعبد الإله راش آيا، ونسبة له سميت راشيا أي إله النور والمعرفة عند الرومان، بالإضافة للقلعة ككل الغرف اللي انحبسوا فيها الرؤساء. مجرد ما توصلوا على سوق رشيا الوادي، أهالي هالبلدة بيستقبلوكم بضحكة عريضة وبأحلى استقبال، تتعرفوا معهم على هالبلدة الحلوة. فيكم تكونوا عم تروحوا بمشوار على الطبيعة، تطلعوا على جبل، تطلعوا تعملوا هايكينج، تجوا جروبات، أو تكونوا أنتوا عم تروحوا برحلة استجمام وهدوء تتنعموا بأجمل مناظر طبيعية. في عنا الزراعات الموجودة برشيا اللي هي زراعات طبيعية واللي هي زراعات صحية واللي هي بتعنى بكل بيت بلبنان وخارج لبنان، وهي زواد المسافر لأنها بتعنى بالموني. برشيا اللي هو جبل الشيخ، الكنز الكبير الموجود، مثل ما هو كنز بالمناخ كمان كنز بشكله، كنز بأعشابه. اللي اكتشفينه منه لأغراض طبية، منهم لأغراض نحن تعودنا عليها، هي زهورات وأعشاب نستعملها بفصل الشتاء. ما فيكن تجوا على رشيا إلا ما تقعدوا مع أهلها وتذوق المتة يلي هي من عادات وتقاليد هالبلدة. رشيا هي بوادي التيم يعني موجوده، وكلمه رشيا جايه من السريانيه بالماضي انه على التله، بس تيميزوها عن رشيا الفخار سموها رشيا الوادي نسبه لوادي التيم. رشيا مشهوره اكيد بشرب المتي، يعني اي زائر بده يجي على رشيا بده يشرب متي اكيد. مشوارنا برشيا خلص، واخر محطه لازم تزوروها هي شجره ام الشاطين او شجره الامنيات. رح نعلق امنيتنا هون وانطرونا بتقارير لاحقه لنتعرف على جمال لبنان.